هنقول انه الحديث عن الازمه العالميه محدش فينا يتوقع يعني اننا نجامل ونقول انه هيخلص قريب، والحديث عن تحديات اقتصاديه برضو مش هيخلص قريب، لكن الحديث عن فرص وعن امكانات وعن مخارج لازمه موجوده بالفعل، ده الحديث الذي لا يجب ان ينقطع، واللي ما ينفعش نتكلم عن نص الحقيقه ونقول انه في أزمة عالمية. طبعا في أزمة عالمية، في مشاكل اقتصادية حقيقية بتواجه العالم كله، وأفضل الاقتصادات في العالم طبعا موجود. احنا النهاردة بنسأل عن الأزمة المركبة. من شهور كنا بنتكلم عن أزمة جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات اقتصادية، النهاردة بنتكلم عن الميت يوم الحاسمة اللي غيرت شكل الاقتصاد العالمي، والمتوقع أنها ستظل تؤثر على الاقتصاد العالمي لفترة مش طويلة، ونتمنى أنها تكون مش طويلة لكنها أكيد مش قليلة. الأسئلة الكتير دي ترجعنا لتأثير ده علينا محليا، ده اللي يهمنا ويخصنا، وطبعا يهمنا أن يبقى عندنا نظرة عالمية. عشان كده النهاردة خير من يحدثنا دكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية. منورني دكتور. شرفت بحضرتك يا فندم. دكتور، لما بنتكلم عن 100 يوم من الحرب الأوكرانية الروسية، معرفش ليه ده بيفكرنا أولا أن الأيام بتجري بسرعة، ثانيا أنه هذه الحرب كانت يعني بتلوح في الأفق من فترة طويلة جدا. فالسؤال اللي عايزة أرجع أسأل، عفوا، قبل 100 يوم هل في بعض الدول قرأت مبكرا هذه الأزمة؟ وهل مصر إحنا كنا من هذه الدول اللي قرأت أنه في أزمة قائمة سياسيا حتى على المستوى السياسي وتحركنا ما يسبق هذه الميت يوم؟ طبعا بالتأكيد، يعني بالتأكيد في الجمهورية الجديدة في مصر الدولة بتدار بالعلم وبالتخصص، فإحنا كان أولا الناس برضو بتختزل أن الأزمة الاقتصادية العالمية اللي موجودة حاليا هي بسبب الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، وده مش حقيقي. يعني مش هي دي الحقيقة، إنما دي رواية من إحدى الروايات اللي بيرويها الإعلام الغربي الممول والموجه. إنما الحرب، إحنا النهاردة في أحد فصول الحرب الاقتصادية العالمية، الحرب التجارية العالمية، مش الحرب التكتيكية الموجودة على الأرض. يعني الحرب في الآخر التكتيكية أو العسكرية اللي بمعدات عسكرية اللي على الأرض دي جزء من الموضوع، دي نتيجة للموضوع، دي بتعبر عن النظام المالي العالمي الجديد. لكن إحنا لازم نرجع لورا شوية. الحرب الاقتصادية طول الوقت كانت موجودة، الحرب العالمية الثانية كانت حرب اقتصادية، الحرب العالمية الأولى كانت حرب اقتصادية. الدول الغربية والشرقية تتصارع دائما من أجل المصالح المالية، من أجل السيطرة على ثروات الأمم. يعني منذ اختراع الطاقة البخارية بقيت عندنا معدات كبيرة، مكن بيعمل إنتاج كبير، بقينا محتاجين لمواد خام عشان نشغل بيها المكن ده، وكمان بقينا محتاجين أسواق نصرف فيها المنتجات دي. بريطانيا كانت في البداية لما عملت مكنة الغزل والنسيج بقت محتاجة الغزل، محتاجة القطن عشان تشغل بيه المكنة، وبقت عندها دورت على مصر كمية ضخمة من القماش عايزة أسواق تصرفها فيها. هي الفكرة بالظبط كده، هو النهاردة الفكرة طول عمرها مين هيقدر يحتل أكبر جزء من دول العالم اللي فيها خيرات وثروات، ولأن شكل الاحتلال القديم تغير فبقى ده طبعا نتيجة الحرب العالمية الثانية. الدول المتحاربة في الآخر أو الدول المنتصرة في الحرب، السبع دول الكبار أعضاء مجلس الأمن لما انتهوا من الحرب العالمية الثانية، ده كان من خلال إن هم اتفقوا على مجموعة من الاتفاقيات اللي يتم إدارة الاقتصاد العالمي من خلالها ولا تسبب مشاكل ونزاعات داخلية ما بينهم. وهي الدول النووية اللي ليها القرار في مجلس الأمن، هي الدول دي اجتمعت أسست منظمة التجارة العالمية، اجتمعت أسست اتفاقيات الجات واتفاقيات حماية الملكية الفكرية، زي ما هي كمان اتفقت اتفاقية بريتون وودز في سنة 1944 اللي بتقول أن العملة التي ستستخدم في التجارة الدولية هي الدولار الأمريكي، بشرط أن الدولار الأمريكي ده قبل ما أمريكا تطبع أي دولار لازم يكون عندها قدامه كمية من الذهب. إلا أن بعد فترة وخلال الحرب الباردة وفي سنة 1970 خرج الرئيس الأمريكي للعالم كله بعد خسارته في حرب فيتنام واستهلاك النفقات الأمريكية، وأعلن أن هيتم طباعة الدولار بدون أي غطاء ذهبي. يعني الولايات المتحدة الأمريكية كل ما تحتاج تطبع دولار هتطبع.